Sex Education الموسم الثاني. تدور قصة المسلسل حول أوتين ميلبورن، والذي يعاني من القلق والارتباك والعزلة وعدم الاختلاط مع الأصدقاء، والذي سوف تستغله فتاة تدعى مايف ليقومان بتأسيس نشاط يعني بتثقيف طلاب المدرسة والمراهقين بالمواضيع الجنسية، والذي يرافقه الكثير من المواقف العملية الكوميدية والمثيرة. يو تبدأ قصة المسلسل بجو جولدبيرغ، مدير مكتبة في نيويورك، الذي يلتقي بالكاتبة الطموحة جينيفر بيغ ويعجب بها ويغذيها وسوء السام باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من التكنولوجيا لتتبع وجودها وإزالة العقبات التي تحول علاقتهم إلى علاقة رومانسية وتتوالى الأحداث. Well, hello there. Who are you? Everyone just calls me Beck. دياز تومي. يتناول المسلسل قصة علاقة قوية تجمع بين جين وهي أرملة تحاول الخروج من أحزانها بعد وفاة زوجها في حادثة، وجودي الفتاة المتحررة التي تحمل العديد من الأسرار في حياتها. إليوت. يحكي المسلسل قصة طلاب الثانوية بعد انهيار مدرستهم. منح 3 من الأشخاص منحا دراسيا إلى مدرسة خاصة بالأغنياء تدعى لاس إنسينس، كما يتبع المسلسل حياتهم اليومية والسخرية التي يتعرضون لها والمشاكل العاطفية والجنسية. قصة المسلسل تدور في إطار درامي خلال عام 1920 حول 4 نساء من خلفيات مختلفة، يتم توظيفهم حديثا كعاملات في شركة هواتف، والعمل يلقي الضوء على معاناة المرأة مع العادات والتقاليد في ذلك الوقت من خلال هؤلاء النساء التي يبحثن عن الاستقلال. سونا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنساوش تعطينا واحد لايك او واحد البطونة حمراء، بركوا عليها، فعلوا داك الجرس باش توصلكم اي حاجة. سوا هادشي اللي كاين، نشوفكم فيديو جاي. I got a chip on my shoulder. See this chick gone, know her, but she all up in my DM. Hold up, hold up, hold up, shit.